بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا درس آخر من دروس تعليم النوطة الموسيقية. اليوم نتعلم قوس الربط، يعني اللي يربط بين نوتين، شنو وظيفته هذا وشنو تأثيره. طبعا قوس الربط هو تقريبا يعمل عمل المنقوط، يعني شلون المنقوط احنا نقول يطي زمن واحد ماكو تقطيع، فقوس الربط هنا أيضا نفس العمل يكون إله. يعني من تربط نوتتين بقوس ربط فتقراها يعني كأنه نوتة واحدة، يعني مثلا عندي صول وصول، صول صول مرة ثانية صار ضربتين، ما تقراها صول صول، راح تقراها صول جرة واحدة. هذه هي وظيفة قوس الربط. يعني شوف عندي هنا مثلا نموذج تمرين، هذا سويت لك قوس الربط نموذج تمرين. هذا النموذج شوف هنا، اول ما نجي للتمرين نشوف العلامات، طبعا مي بيمول سي بيمول لا بيمول، والوزن 2/4. هذا معناه مثل ما اللي متابع الدروس يعني التسعة الماضية، هذا اعتقد هو الدرس العاشر عن النوطة، يفهمها. هذه هنا يعطيك النغم، واجي الوزن 2/4 بمعنى البار الواحد بضربتين، انوار بنوار، شوف نص بنص ضربه نص بنص ضربه. شوف هنا ضروره اللحن، هنا عند هذا صول صارت، شوف مي فا صول، ويريد اللحن بعد طولة، يعني الصول طويله. شوف هنا ما يقدر يخلي مثلا بلانش حتى تصير الصول قيمتها ضربتين، راح تعبر الصول على هذا البار وراح يربطها بقوس ربط. شوف راح يصير صول وكأنه بلانش ضربتين. هاي علامة سكتة طبعا عندنا، علامة سكوت صمت. ويستمر التمرين دو سي لا صول. شوف هنا ايضا اكو علامة ربط، يعني علامة الربط هنا على انغام ايضا على صول. شوف فا صول. شوف هسه هنا بين بارين صارت، هنا صارت بين بارين، هنا صارت داخل البار. هسه واحد يقول يعني هاي شوف داخل البار كأنه نوار منقوط صار، نفس العمل. هسه واحد ليش ما يقول خلى نوار منقوط؟ ما يصير، لأن أصول الكتابة النوار المنقوط إيقاعه يختلف. أصول الكتابة هي هالشكل، كل نوار واحد، يعني ما يقدر يخلي هسه نوار خطأ هذا. زين، فشوف هذا يعني قوس الربط يصير على نغمتين، من نغمتين متساوية، يعني بين صول صول يصير قوس ربط، هذا يطول زمن النغمة، بين دو دو سي سي يصير، بس بين نغمتين مختلفة ما يصير. يعني ما تقدر تربط بين صول ولا، أو تربط بين مي وفا أو دو ري، أبد ما يصير، لأن قوس الربط وظيفته هو يسوي النغمة بدون تقطيع. يعني هسه هنا أنا مثلا عندي دو ري مي فا، شوف هذا هسه قرأ لك إياه على كيف دو ري، انقرأت الأولى دو ري مي فا مي فا صول، شوف صول صارت، بس ما تجي للصول الثانية، ما أقول دو ري مي فا مي فا صول صول مثلا، ما يصير هالشكل، لأن رباطها شو راح يصير؟ دو ري مي فا صول اس، هاي سكتة اس، دو سي لا صو فا صول، شوف صارت ضربة ونص هنا، هالشكل ينقرأ. يعني قوس الربط يصير على نغمتين او نوتتين متشابهة، يعني نغمتين متشابهة، ما يصير على نغمتين مختلفة. هاي هي وظيفة قوس الربط، واضحة؟ اعتقد جدا واضحة. وهذا تمرين هسه نعزفه، شوف اكو هنا قوس ربط، اكو هنا قوس ربط بهذا البار، هذا البار ايضا بقوس ربط، هذا البار بقوس ربط، شوف وعدك هنا ايضا قوس ربط، ونهاية التمرين قوس ربط. شوف عدك علامة تحويل هنا مسويها السي كار، او عفوا السي طبيعي، حاط علامة البي كار. شوف هنا السي ايضا حاطها طبيعي، حاط علامة البيكار. شوف هنا من مخلي السي انتهى مفعولها، هنا ما يصير بس على هذا البار، شوف انتهى مفعولها، هنا
إذا ماكو هم ينتهي مفعوله. شوف رد كررها مرة ثانية. يعني علامة التحويل وظيفتها داخل البار الواحد، من تعبر تنتهي، بس إذا يحتاجه خليها، شوف هنا يحتاجه خلاها. واضح؟ هذا التمرين، وهذا نهاية التمرين تكون بخط عريض وخط رفيع، هذا معناها نهاية التمرين. هذا يعطيك هنا الزمن، يعطيك العلامات. هسه أنا من إجيت النغم، هسه هنا عندي ختم دور، مو ختم دور، هو ماخذ مي بيمول لا بيمول سي بيمول، فبين عد النغم زين. هسه من اجي قبل ما، طبعا احنا قلنا قبل ما تجي تقرا النوطه المفروض يعني تشوفها وشوف شنو شبيها ما بيها، لان ماكو واحد راسا يجيك مشى ويعزف ويشوف. تعطي الزمن، السرعه بقت السرعه تتحكم بيها. هسه هنا السرعه احنا اعطيناها 80 حسب الايقاع المترونوم 80، ف 80 سرعه عاديه يعني ممكن تقراها. فهسه هنا راح تقرا التمرين بهاي دو ري مي فا مي فا صول اس دو سي لا صو فا صول. شوف راح تستمر تكمش ايقاع هالشكل وتقرا التمرين. هاي بسيطه يعني قراءه النوطه ما فيها شيء. وهسه راح نطبق التمرين بشكل عملي. فانا من جيت يعني قلت لك شفت اللا بيمول سي بيمول والنغم ختم دو، هذا معناه يصير نهاوند، ونهاوند الدو هو هذا يعني تاخذه يكون كالتالي. نهاوند الدو يبدا من دو ري مي فا صول لا سي، بالصعود قلنا سي طبيعي دو، ويرجع بالعكس هنا سي صير بيمول. هذا هو النهاون، واضحه؟ يعني انت عرفت النغم وعرفت عندك هذه النوطه موجوده تقراها، وانت على كيفك تبدي بالزمن، واضح؟ هذا قبل ما ابدي بالتمرين. طبعا اكو ملاحظه، عندي صديق بالسويد هو عراقي كردي من اخواننا الاكراد، يعني مهاجر بالسويد، دائما يخابرني وشوي الصوت ضعيف، وحتى والله اسف انه اسمه نسيته. وهو يعزف يعني، ولكن الحروف ما يندلها على الزند، هو مدوزن غربي وعزفه طبعا حلو، يعني روحيه كرديه عنده حلوه. فراد مني ان اوضح لا اخوان هسه هاي الملاحظات بالنسبه لمتابع الدروس السابقه. شوف انا من قلت هنا هذا صول يعني طبيعي، هذا الصول من قلت 3.5 او 3 سنتيم هي يعني مو قانون، هذا هي تقريبيه. يعني هسه انا من اريد اجي والزم المسطره مثلا اشوف هاي المسافه، شوف هاي المسافه صارت هي تقديريه، يعني هنا يجوز 3 سنتيم، غير كمان يصير 2.5، غير كمان يجوز يصير 3 سنتيم ونص، حسب هاي واجهتي كمان هذا. فانا من اقول لك هذا هي تقريبيه، يعني تعتمد على اذنك، ما لازم صول، لا، شوف سي مسافه ايضا، هاي سي، دو، ري، وهاي مي. شوف هم نفس المسافة، مي تقريبا 2.5 3 سنتيمتر، ما اعرفها ما قايسه، بس هي تقديرية. مي فا، لأن بين المي والفا هي نص، صار واضح؟ وقت هو مدوزن غربي، أخي أنت اللي مدوزن غربي راح يصير عندك هذا لا، هذا لا، راح يصير عندك مكان اللا احنا عندنا، راح يصير عندك سي، هذا اللي نفرض هسه هذا لا. هذا راح يصير عندك سي، هذا راح يصير عندك دو، لان بين السي والدو هي نص ماكو درجه. شوف هذا راح يصير دو عندك، احنا بالشرق عندنا هذا سي بيمول بين اللا والسي، لان هي نص درجه. فانت بالغربي راح يصير عندك لا سي دو وهاي الري، راح يصير عندك هذا الوتر مي. شوف هذا راح من هذا راح يصير مي، وين راح يصير فا؟ انت هذه اللي تخسر، هاي الفا راح تصير بداية الزند، واضح؟ بداية الزند فا،
ها سواها اعتقد. راح يصير الصول وين؟ هاي المسافة. شوف احنا عندنا هي عندك صول راح يصير بالاصبع الثاني، شوف صول، وهاي راح يصير لا، وهاي راح يصير عندك سي. يعني اصابعك راح يصير عزند بهذا الشكل، شوف بهذا الشكل الاصابع تصير مسافات متساويه بين الاصابع. هاي المي، هاي الفا، هاي الصول. شوف جد مسافه، هاي من هنا لهنا، هاي الصول، وهاي لا نفس المسافه، وهاي السي، لان بين المي بين الفا والصول درجه. يعني عندك فا، فا ديز، عندك اذا تخليها هنا تصير فا ديز وتجي صول. شوف هاي فا ديز راح تصير عندك، وهاي راح تصير صول، هاي راح تصير لا بيمول، وهاي راح تصير لا، هاي سي بيمول، وهاي راح تصير لا سي، عفوا سي. واضح؟ فراح تصير عندك اخي على السؤال اللي انت سألته هذا مي فا بداية الزند عندك، لان هاي الفا هسه هنا نص، شوف نص درجة، هنا نفس نص درجة، هاي بندوزان الغربي، ها شوف مي فا صول لا سي. واضحة؟ اعتقد هسه صارت واضحة. يعني حتى هنا شوف المسافات هنا مثلا نقول 3 سنتيم، هاي لا، من تجي الى البوزيشن او تصعد المسافة هنا راح تقل. مثلا لا السي، شوف السي ايش قد راح تصير، شوف مو مثل هذه المسافة. واضحة؟ هسه اعتقد واضحة. انت ايش راح يصير عندك حتى بالنسبة للمدوزن هسه شرقي، هذا صول لا سي دو، يعني سي مسافة، دو ماكو مسافة، اصبع ملاصق لاصبع، ري مي مسافة، شوف لان اكو درجة مسافة، فا نص ماكو مسافة، صول هذا مسافة لان هنا عندنا ديز صول، لا شوف نفس المسافة، هاي لا سي دو ري مي فا صول لا، هذا بالنسبة للشرقي. بالنسبة للغربي ذني لو ترى نفسهن، يعني صول لا سي دو ري مي فا، راح يجي هنا صول عندك، وراح يجي هذا لا سي دو ري مي فا صول لا سي. شوف شلون راح يصير الاصابع متساويه المسافات. هاي درجة طبيعية بالنسبة للغربي إذا كان هذا مي. شلون هسه نفس الترتيب احنا هسه بس الشرقي، هذا صول لا بيمول سي بيمول دو، راح تاخذها شوف اصابعك شلون تصير، يعني متساوية. واضحة؟ هذا بالنسبة لأخونا العراقي الكردي اللي ساكن، عفوا نسيت اسمك ترى، اللي ساكن بالسويد، شوية اسماء الكردية صعبة أنساها. فهذه اللي وعدتك انه بهذا الدرس راح اقدم لك هذه، وهي تفيد الكرد. هسه نرجع الى التمرين مالنا، نعزفه بهذا الشكل. شوف هنا راح ناخذ ايقاع وزن يعني السرعه 80، راح يصير دوم تك دوم تك، يعني بدوم وتك، دوم منوار تك نوار. وراح نعزف التمرين بالصيغه اللي راح تسمعها حتى تتعلمها، وراح اخلي لك التمرين ايضا مع العزف حتى تتابع العزف شويه، تتابعه مع التمرين، هاي تمارس النوطه بهذا الشكل تتقوى. هسه نجي نعزف التمرين.
طبعا بهذا الشكل وهذه هي الطريقة ينعزف التمرين. وأتمنى أنه استفادينا وعرفنا اليوم وظيفة قوس الربط، وقلنا هو القوس يصير على نغمتين متشابهة وما يصير على نغمتين مختلفة. طبعا تكثر من التمارين أنت النقطة يومية، إذا تمارسها ساعة كلش كافية راح تشوف مرور الوقت تشوف نفسك أنت قارئ نقطة ممتاز. لهنا ينتهي درسنا اليوم، وأتمنى تمت الاستفادة، ومع السلامة.